وسيلة. لوحي على الأولاد يا زهر الحزينة. ردي أنا من اليسور ردي أنا. يا ذكرياتي يا أمنياتي كربة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حكاية كربلائية. اليوم راح نتحدث وياكم عن عزاء يقام في كل عام مرة واحدة وبوقت واحد، لا يتقدم ولا يتأخر. يكون شكل هذا العزاء على شكل هرولة، شعاراته ثابتة، أبرزها لبيك يا حسين، ويا حسين اشرب ماي عيوني، ويا عباس جيب الماي لسكينة. هذا هو عزاء طويريج، أو عزاء ركضة طويريج بالتحديد. وطويريج هو أحد الأقضية التابعة إلى مدينة كربلاء المقدسة. شلون تأسس هذا العزاء؟ وشنو صار وياهم قبل عام 2003؟ تفاصيل هواية راح نتعرف عليها وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، فأهلاً ومرحباً بكم. بدت بوادر الشعائر الحسينية في مدينة الهندية، وكانوا لا يتخطون بيت السيد المرزا صالح، هذا البيت المعروف اللي كان يزوره الكثير من الشخصيات العراقية، منهم الملك فيصل الأول ملك العراق. هذا ما كانوا يتخطوه ولا يتخطون السيد، فكان السيد يسمح لهم بأداء الشعائر الحسينية بالهرولة داخل مدينة الهندية باتجاه مرقد أبو هاشم داخل القضاء. لكن اللي صار سنة 1300 للهجرة، وكان السيد رحمة الله عليه السيد صالح يقرأ المقتل، إلى أن ما وصل للحظة الحرجة لاستشهاد الإمام، صارت فورة عند السيد، انفعل الحضور انفعلوا، فصار الفكرة مالتهم أن يتجهون إلى كربلاء بشكل ركضة، حضروا الفرس للسيد. فمن هنا بدت فكرة ركضة عزاء طويريج. كانوا يتجهون أهل الهندية باتجاه كربلاء ليلا، يوصلون مثلا وجه الصبح إلى منطقة قنطرة السلام اللي هي تعتبر دار استراحة، كانوا ينتظرون صلاة يأمهم السيد القزويني في صلاة الصبح، ثم إلى صلاة الظهرين، وبعدها ينطلق الموكب باتجاه الحرمين على شكل ركضة خفيفة ما بين أكثر من السير هرولة خفيفة باتجاه حرم المطهر وباتجاه حرم أبي الفضل العباس، ثم إلى المخيم الحسيني لتنتهي الركضة. من بعد السيد المرزا صالح ولد السيد هادي القزويني. السيد هادي القزويني حقيقة أكثر من 40 سنة ولا قيادة الموكب،
يعني تولى القيادة وهو كان في شبابه، لذلك طول أكثر من 40 سنة. السيد هادي القزويني زار ملك فيصل الأول ملك العراق أيام تأسيس الحكومة العراقية سنة 21-22، وعرض علي منصب وزاري، إلا أن السيد رفض الدخول إلى الحكومة في وقتها. بعد السيد هادي القزويني جاء ولد السيد جواد القزويني، من ثم السيد مهدي، السيد محمد ضياء، ثم السيد رضا القزويني، من بعد السيد محمد حسين القزويني. لازلنا وياكم مشاهدينا في شارع الجمهورية، هذا الشارع اللي تطأ أقدام المعزين في عزاء ركضة طويريج، واللي يعتبر الأقرب إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. إذا تشوفون مظلل ومزود بمرشات المياه حتى يقللون درجة الحرارة قدر الإمكان، من أجل أنه يتم هذا العزاء بأفضل صورة، ويحاولون من خلاله أنه ما يتأذون المعزين المشاركين في هذا العزاء. طبعا موضوع الشعار مهم جدا للمجموعة، باعتباره أنه يوضح منه هذول المجموعة هدفهم وقيمهم. اللي ينتبه إلى المعزين في عزاء ركضة طويريج أنه كلهم شعارهم واحد، هو رفض الظلم والعدوان اللي تعرض له الإمام الحسين عليه السلام، سط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الميامين وأصحابه. غريب كربلاء، حسين 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 حسين، يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس هاي الحرم عطشانه، الحد يا بني علي والخيام عرضوها، السيد محمد حسين القزويني في وقته، لأن هو توفى سنة 72-73، في وقته صارت الحادثة اللي هي في باب الصحن الحسيني الشريف أشبه بالحادثة اللي صارت قبل 4-5 سنوات، صار تدافع باب الحرام، ومن تدافع دخلت مرجعية السيد الحكيم رحمة الله على روحه، فغير مسار العزاء من شارع ابن الحمزة، سوق ابن الحمزة، إلى شارع الجمهورية. يعني سنة 66 صارت الحادثة، سنة 67 تغير مسار العزاء من سوق ابن الحمزة إلى شارع الجمهورية في مرجعية السيد الحكيم رحمة الله على روحه. هاي الحادثة صارت في زمان السيد محمد حسين القزويني اللي هو آخر أولاد وأحفاد السيد صالح مؤسس الركضة. بعد ما توفى السيد انتقلت القيادة إلى فرع آخر، كان السيد عبد العزيز القزويني. سيد عبد العزيز من السلم القيادة، هو مواليد يعني سنة 71-72، هو مواليد 1899، كان كبير في السن وكان بداية بطش السلطة البعثية، فيعني حاول أن يتجنب الموضوع ويا الجماعة. تحولت الوالدي إلى فرع آخر اللي هو والدي استلمها. في السنوات السابقة واللي تلت عام 2003 وتقريبا من الانتفاضة الشعبانية اللي حدثت في عام 1991،
الشعائر الحسينية بصورة عامة تعرضت إلى التضييق وتعرضت إلى المنع من قبل النظام الصدامي، ومن ضمنها ركضة عزاء طويريج أو عزاء ركضة طويريج. لكن اللي متعودين على أنه يشاركون في هذا العزاء واللي يحسون به هو جزء من شخصيتهم وجزء من مبادئهم وعقيدتهم في نصرة الإمام الحسين عليه السلام، طبعا سلكوا طرق أخرى حتى يحاولون أنه يشاركون ويخلون أنه هذا العزاء ما ينقطع. لكن أيضا في نفس الوقت النظام الصدامي تفنن في كيفية منع هذا العزاء وكيف كان يطارد المشاركين في عزاء ركضة طويريج. راح نتعرف وياكم اليوم على قصة أخرى من قصص هذه العذابات اللي تعرض لها المؤذين. والدي استلمها من 74 ل 79، المضايقات. والدي كان موظف بالإدارة المحلية في كربلاء، نقلوه إلى مدينة السماوة، كان يضايقوه يمنعوه من الإجازة أيام محرم بحيث حتى لا يجي إلى كربلاء يشارك بالعزاء، لكن كانت كثير من الوسائل يتبعها في سبيل أن يحضر. إلى حد سنة 79، سنة 80 قبل لا يصير موسم الركضة بشهرين، يعني صادف 14 أكثر من شهرين، 14 رمضان سنة 1400 للهجرة، طلع من عندنا من كربلاء متجه للسماوة العمله، وصل للفندق، من الفندق أخذوه عندهم استفسار، هاي صار لهم 44 سنة عندهم استفسار. المهم كأن هذا الشخص ما موجود، فعلى يعني حال أصحاب المقابر الجماعية. لعزاء ركضة طويريج تحضيرات واستعدادات تسبق هذا العزاء بأيام طويلة، منها الاستعدادات اللي تقوم بها العتبتين المقدستين مثل ما شفتوا وتشوفون في كل عام أنه أكو جهود جبارة حقيقة تقدم من أجل هذا العزاء. أيضا هناك خدمات كبيرة تقدم من قبل أصحاب المواكب، وكلكم تعرفون أنه الجهود الكبيرة أيضا اللي تقدم من قبل أصحاب المواكب في سبيل أنه يكون هذا العزاء يتم على أفضل وجه، وخدمات كثيرة تقدم للمشاركين بهذا العزاء واللي تساعدهم على أنه يأدوا بأفضل صورة. استنفار كامل يكون للخدمات اللي تقدم لهم من الدفاع المدني، من الإسعافات الأولية، خدمات الصحية وغيرها الكثير. من ضمن المواكب اللي تقدم خدمة لهذا الموكب واللي عندهم لمسات خاصة ومميزة يمكن مو الكل يعرف عنه معلومات، هم الموكب الخاص بتجهيز الأعلام الخضر اللي تشوفوها ويحملوها المعزين واللي تحمل شعار لبيك يا حسين لبيك يا مهدي. هذه الأعلام الخاصة تقدم من قبل موكب خاص من يعني أصحاب هذا الموكب من سكان قضاء طويريج. هذول أصحاب الموكب طبعا من بعد ما يكملون كل أعمالهم اليومية والتزاماتهم يتفرغون في فترة المساء حتى يجهزون هذه الأعلام. قصتهم كلش جميلة وجدا لطيفة. كادر برنامج حكاية كربلائية زارهم في موقع عملهم واللي هو في قضاء طويريج، وطب تعالوا ويانا خلينا نتعرف على قصة هذا الموكب. يا شهر أكو موكب من المواكب بالهندية هو المسؤول عن تهيئة الفرس، أكو موكب مسؤول عن تهيئة الأعلام، أكو موكب مسؤول عن تهيئة الرادود اللي راح يقرأ للعزة بعد ما تنتهي الركضة في الحرم الحسيني. يعني كل موكب بحد أهل طويريج هو مخصص لعمل. فقضية الفرس اختصاص موكب معين، وهاي الفرس يعني على طول السنة باقية بس يداروها يجيبوها يوم العاشر بالليل اللي هي التاسع الركضة مالت الهندية، يركضوها بالعزة بدون قيادة، يعني فارغة يركضوها على مود تاخذ الأجواء للعزة ثاني يوم، لأن المعروف عن الخيل بالازدحام إذا صار يعني دحشة بهاي المنطقة منطقة البطن ممكن أن تغير، ممكن أن تضرب اليمها، لكن هاي الفرس سبحان الله تكون مطيعة. احنا لحد
احنا نكمل هسه هذه هتي تشوفون هاي الاعداد الالاف من الاعلام الدور ننقلها الى كربلاء المقدسه. عندنا نقاط بس هي احنا صحيح يلومونا سوء التوزيع. سوء التوزيع ليش؟ لان احنا ذكرناها هن 50,000 علم او 40,000 علم والمشاركين 5,000,000، فما نقدر انه عندنا فد طريقة حتى نقدر نسيطر بها على العالم ونوزع، ولذلك وهي هاي الطريقة خلينا نقول خطأ 100%، بس ماكو غيرها. سوينا سراوات بداخل كربلاء ما نجحت يصير الدور تتكسر، الجام مال المحلات لو البواري لو خاف تتعرض العالم للكهرباء. احنا ننقلهم يوم السادس الى محطات في داخل كربلاء من قنطرة السلام الى باب الحسين سلام الله عليه. هاي يوم السادس كملنا الاعلام رجعنا الدور لطويريج. الدور نهيئ الاجهزه الصوتيه عندنا في في شارع الجمهوريه. عندنا اذاعه وعندنا مسؤول عليها هسه موجود يمنا احمد اللامي، هو اللي يوجه قبل الركضه ويعطي ارشادات. هذا شارع تشوفيه الجمهوريه كله سماعات، هذا هم احنا قايمين به. شنو هذا؟ مستخدمين للتوجيه لتهدئه الركضه، اذا تخليها انسيابيه كلها حتى نتعامل ويا الجهات الامنيه، اذا نخليها انسيابيه وبالجهاز يصيح واحد حسين لا راح تصير كارثه بالبيبان، وشفناها بسنه مو هسه بسنه 66 راح ضحيتها 35 شهيد، ومن حصة طويريج 11 شهيد. وكذلك صار عندنا حادث باب الرجاء في سنة 19. حسين غريب كربلاء، حسين 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 حسين. اليوم التاسع من المحرم ما بعد الظهر أنا أطلع إلى مدينة الهندية للتواجد، يعني تواجدي هناك رمزي. ركضة الهندية أنا مالي بها أي دور، كل ما هنالك قيادة رمزية حاضرة بالهندية وفي مضيف الإمام الحسين. لكن دوري يبدي ثاني يوم بركضة العاشر بالنداء للصلاة، باعتباري أنا إمام الجماعة، تكون صلاة جامعة لعموم المعزين في الشارع الرئيسي اللي يكون مدخل كربلاء من جهة الهندية، وأكو مهيئين سيارة عليها مكبرات صوت يكبرون للصلاة، قبلها يجمعون الناس بقراءة قصائد للمناسبة. فيبدي دوري من بداية الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الظهرين، من بعد ما تنتهي الكل يتهيئ لغرض لاستلام إشارة الانطلاق. من شدة الازدحام اللي راح يصير بهذا المكان اليم القنطرة ما ممكن أن أوصل للفرس، وإن كان الفرس يحضروه إلى مسافة قريبة من عندي، لكن ما ممكن أقدر أوصل له إذا ما يسووا لي حلقة أو زنجيل يسووا لي مجال أصعد للفرس. نبدي بقصيدة كربلاء لا زلت كربًا وبلاء، أهدئ الناس ومن ثم أرفع عمامتي أضرب على رأسي أصيح يا حسين يا حسين، هي هاي إشارة الانطلاق، انطلاق الركضة. فهذا الكم الهائل من البشر ينطلق باتجاه إلى هدف واحد وبشعار واحد
لبيك يا حسين. حقيقة يعني أنا من يوم يعني من فجر يوم العاشر يصير عندي رهبة، كل ما يقترب الموعد من يصير الأذان إلى حد ما نكمل الصلاة، المناسبة مو طبيعية، المناسبة تخص الإمام الحسين اللي هو ريحانة رسول الله. فهاي الرهبة نوعا ما يعني شوي يصير عندي تطبع عليها من أصعد على الفرس، وهاي الرحلة مالتي من قنطرة السلام إلى باب القبلة تقريبا 3 ساعات. من أصعد الفرس طبعا هو الحزن عام، الكل شعور بالحزن على هاي الواقعة الأليمة، لكن مع هذا الحزن أكو نوع من الاطمئنان والنظرة نظرة رضا. شلون؟ من نشوف هاي الجموع الغفيرة اللي تتحرك بصوب المرقد الشريف، نحس انه مذهبنا بخير، ديننا بخير، وطننا بخير. ما دام هاي النفوس الطيبة موجودة، هاي النفوس هي اللي لبت نداء المرجعية، اللي تستقي عزمها وقوتها من هذه الشعائر، بنفس الوقت اللي باوع للعزم من مكان عالي يشوف الرؤوس وكأنها أمواج بحر، أمواج تتلاطم. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، هذا واحد من الشعارات اللي يرفعها المعاركين في عزاء ركضة طويريج، واللي يعتبر كمعاهدة حقيقية مع السيدة الزهراء على أنه ما ننسى مظلومية ولدها الإمام الحسين عليه السلام. اليوم عزاء ركضة طويريج مو خاص على فئة معينة، بل تشارك به كل الناس بمختلف تخصصاتها، الأطباء، المهندسين، حتى الفنانين، حتى منتسبي القنوات الفضائية وكوادرها، بعد ما يكملون عملهم في نقل مراسيم عزاء ركضة طويريج ينزلون ويشاركون المعزين حتى يحصلون الثواب. إذا نتمنى أن نكون كل من قدم في الحفاظ على الشعائر الحسينية إن شاء الله في ميزان أعمالكم وميزان أعمالنا بإذنه تعالى. لهنا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكايا كربلائية، نستودعكم في أمان الله ورعايته. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، لوحي على الأولاد يا زهرة يا زهرة الحزينة، حسين مني اليسور رايح.
يا ذكرياتي يا